يا أستاذ لو سمحت والله لو سمحت والله العظيم لو سمحت والله العظيم ثلاثة بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا لا يا بابا استغفر الله العظيم دي خلقت ربنا ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه آسف يا بابا انت بتسقط في كتفي اتجننت عاوز تخرم كتفي دماغك اهي انت كمان بتديني بالدماغ يا محمد تلج دام الساعة ليه؟ ها؟ قول عيش يا حمد ها؟ قول عيش استنى يا سلطان ما تقتلنيش مش من رجولة انك تقتل حد من غير ما تسأله الأول نفسك في ايه قبل ما تموت وتحققه له يا إما هيفضل طول عمر ذنبي في رقبتك طب نفسك في ايه قبل ما تموت؟ نفسي عيش يا سلطان يلا يا شاطر ما تقوليش يا شاطر يلا يا ماما ما تقوليش يا ماما يلا يا أمورة ما تقوليش يا أمورة انجر يا بنت أيوة كده على فكرة أنا مش مجبر خالص إنه أقف أعمل لك الكاوتش أنا ممكن أسيبك وأمشي ما تمشي همشي امشي هتقفي لوحدك ومش هتلاقي حد غير يساعدك لا معلش امشي فكري ايه فكري دي فكري ما تقوليش ماشي دغري قوي مين بيحسدونا طماعين بابنا